أكيد اليوم مباراة لم نكن ننتظر أبدا في الخسارة هذه، خاصة مع بداية المباراة. نظن اللي تلعبت فيها المباراة شوط أول سيء أو دخول سيء في المباراة من طرف فريقي اللي خلانا نونكيسيو دو بيوت، وما عطاناش يعني ما كانش عندنا ردة فعل في الهدف الأول. زادنا الهدف الثاني اللي نظن خلى تقريبا كل الشوط سيء بالنسبة لنا احنا، لأنه تعرف جيدا لما تكون منهزم 2-0 مع دخول المباراة صعب انك ترجع بسرعة. لم نقم بالضغط اللي كنا معولين نعملوه مع بداية الشوط الأول. نقدر نقول الشوط الأول سيء على كل الجوانب وعلى كل يعني الشيء اللي قلنا عليه ما تجسدش فوق أرضية الميدان. الشوط الثاني تغير الفريق، صحيح انه كانت عندنا فرص، كان عندنا تنشيط هجومي، كانت هناك حرارة في اللعب، من جروس موتيفاسيون بارابور للشوط الاول، لكن بدون تجسيد بدون فعاليه. سير لو بلو مونطال سيتي نقدر نقول نفسيا كان ثقيل شويه علينا المباراه بعد ما تسجل علينا هدفين. المولوديه بطبيعتها سيرت مباراتها عن طريق لي كونتر اتاك والكرات السريعه للامام. بطبيعه الحال احنا نتاسف على الربع ساعه الاول اكثر اللي تقريبا هنا وين اخطأنا. اكيد احنا لازم اليوم نتعلموا من هذه الاخطاء. بطبيعه الحال الفريق كان تقريبا 6 مباريات بدون اخطاء، تذكر اليوم وقعت اخطاء وجب الوقوف عليها سواء في التدريبات او مع اللاعبين، بطبيعه الحال لاعطاء الحلول وتكون لنا نظره اخرى ان شاء الله في باقي المباريات. اكيد بطبيعه الحال اذا كان ما لعبناش مباراه صغيره اكيد راح تكون في مراجعه للكل. وطبيعه الحال احنا دائما نحاولوا دائما نقولوا نسيروا مرحله الفريق. اليوم الفريق ممكن بعد مباراتين متعادلين فيها ومباراه انهزام فوق ارضيه ميدان، طبيعه الحال لازم يكون عمل نفسي وبسيكولوجي كبير هذا الاسبوع. وطبيعه الحال توقف البطوله يخلينا نعمل نظن بهدوء، ونقدر نقول انه الفوتيري لي لوسون من هذا الماتش، يعني لازم نستخلص الدروس من هذو المباريات وخاصه الاخطاء اللي قمنا بها من الناحيه الدفاعيه. بدون ما يعني دفاعنا اللي كان 6 مباريات كان ممتاز جدا، اللي هم اخطاء نظن صاري في دون الفوتبول. هذه هي يعني دي فوا الفريق يكون في يوم موش يوم ولاعبين موش في الفورما تاعهم، مثل يعني ما صار اليوم مع مولودية الجزائر. احنا شوف احنا نعتمد على مجموعه، ما كانش 10 او 11 اللاعب فقط يلعب، احنا عندنا مجموعه، هذا هو الشيء اللي احنا معتمدين عليه. والخساره موجوده في كره القدم. نظن اليوم الشوط الثاني قدمنا يعني مستوى لاباس به، قدمنا اشياء مليحه في الهجوم، كان لنا تضييع العديد من الفرص امام المرمى، وكانت تنقص الفعاليه تنقص اللمسه الاخيره، لكن الفريق تحسن نوعا ما بارابور للشوط الاول. انا نعتمد على كل المجموعه صراحه، ما عندناش لاعب اللي يخرج من يقدر يسوي لك او يدير لك يخرج لك مباراه او يخرج لك هدف، لكن احنا نعتمد على الكتله الموجوده. اللاعبين نظن محبطين صراحه، يعني متأسفين على هذا الشيء، متأسفين اليوم بدون جمهورنا. كان ممكن جمهورنا اليوم يعطينا دفع قوي في المباراة خاصة مع بدايتها، الشيء ما صارش اليوم، قدر الله ما شاء فعل. نظن نقدر نقول خسارة مرة ومرة جدا اليوم، ولكن نتعاهدوا احنا وكل اللاعبين انه نراجع حساباتنا في المباراة الجاية ان شاء الله. انا طبيعتي ونمشي معناتها ما عنديش اكسترير وما عنديش انتر معناتها في الدرابلوب. انا بعد سيت مونتاليتي باش نلعب برا ونلعب الداخل، معناتها ممكن الداخل ما شويه اصعب. لا جينا لهنا معناتها بطبيعه الحال باش نحاولوا نعملوا الشيء اللي درناه في الانترينمون ولا معناتها لي شوز كنا فيتنا. جي بونس كون اون دي جور معناتها لي جوار اون بوكو سوفير سي لو بلان توتال سي لو بلان فيزيك سي لو بلان تكتيك. معناتها اون تروف دو ريزيلتا سون لا اكتيالمون ابري دو ماتش. جي بونس كي مي جوار il essaye de s'appliquer beaucoup. On l'a vu sur le dernier match. Aujourd'hui, enfin, je remercie tout le monde, même Argentine a une bonne équipe, elle a fait beaucoup un match plein. On a pratiquement peut-être on a tué le match. Je pense pas, Maldives c'est un grand club. Moi je suis Maldives, on a beaucoup travaillé, j'ai trouvé quelques lacunes, quelques défauts. On a rectifié ce qu'il y a à rectifier. Alhamdoulilah, je pense que mes joueurs
نلقى فما تجاوب كبير من طرف اللاعبين وبارك الله فيهم على هذا، وان شاء الله نكونتيني سنو ترمي النصي. الجمهور في اي مكان ياثر بطبيعه الحال، لكن اللي تراه تدور اللي تراه ما فيها حتى شيء. الجمهور الجمهور ما سيرتين مون الجمهور يعطي شحنه لاي فريق تاعه، لكن ما تلترانسي تاع ما يلزمش اللاعب يتاثر مع الجمهور، ما يلزمش مع يكون، لان الفرق الكبرى ديما تلعب تحت ضغط في بعض حالات، في بعض الحالات يكون ضغط بطبيعه الحال ترى في الكره معناتها في ان جرو كلوب يلزمك تتحمل الضغط ويلزمك تتعود على هذا ويلزمك تنجح. هذا اللي صار. احنا هذه المباراه هذه بريبارينا كما يلزم الحال، جينا ما نكذبش عليك جينا بنيه الفوز، الحمد لله توفقنا ربي حققنا 3 نقاط هذه تعاوننا ان شاء الله في الباركور تاعنا. الحمد لله هذا برومي ماتش تاعي كان صعيب عليا بزاف، شويه كانت عليا لا بريسيون، مي الحمد لله كي خرجت الماتش تاعي عند صحابي الوقت اللي احتاجوني صحابي تما كنت واجد، الحمد لله يا ربي. سي نورمال كيما نقولوا انصار سياسي معروفين تما يديروا ضغط كبير في الملعب هذا يعاونوا الفريق تاعهم، كانت تما كيما نقولوا الويكلو هذا كان في صالحنا، احنا لعبنا اولاز والحمد لله يا ربي. احنا الانصار تاعنا راهم واقفين معنا ديما، ان شاء الله نقعدوا ديما نفرحوهم، وهالثلاث نقاط هذه نهديوها لهم ونهديوها لخونا فريد تاع ان شاء الله اللي ربي يشفيه ان شاء الله. بون السلام عليكم. المباراة تاع اليوم ما كانتش سهلة، من وين واجهنا متصدر البطولة اللي عنده كيف مليحة، كما شفتوا طبقنا تعليمات تاع المدرب، وين دربنا بزاف على التكتيك لعبنا به اليوم، الحمد لله جاب نتيجة، والتعب تاعنا ما راحش هكذاك، وان شاء الله نونشينيو في لي بون ريزلت ان شاء الله. كما شفت معروفين انصار شباب قسنطينة بالضغط تاعهم على المنافس، احنا اليوم كما جينا لقينا يعني كما يقول لك الاجواء هادئه كما يقولوا، هذاك هو الشيء اللي خلانا اللي عاوننا وخلانا كونسونتريو بيا في الماتش ان شاء الله، وكانت الريزلت علينا ان شاء الله. انصار تاع مدير الجزائر نقول لهم يعني يعطيهم الصحه على المسانده تاعهم في المباريات اللي فاتوا، مالغري كو صبروا علينا يعطيهم الصحه، وان شاء الله راح نفرحوهم في قادم مباريات ان شاء الله يا رب. بيان سير القدوم تاع المدرب عاوننا بزاف، وين هو مدرب كيما يقول لك منضبط، عنده طريقه لعب يحب يطبقها مع اللاعبين. الحمد لله احنا رانا كيما يقول لك رانا كونسيون بالمسؤوليه اللي رانا فيها، راح نطبقوا في التعليمات ان شاء الله ومازال الخير قدام ان شاء الله يا رب. الحمد لله يا ربي اللي فزنا بالمقابله تاع اليوم. احنا كما قلت احنا سعداء بزاف لان المنافس عارفه شباب قسنطينة اللي راه يقدم في مباراه جميله وراه في المرتبه الاولى، شيء هذا اللي احنا خدمنا باش نجي نفوزوا بالمقابله لا غير. الحمد لله كان شيء هذا وربحنا المقابله وحنا فرحانين. حاجه باينه شغل كيما يكونش الجمهور خارج ارضيه مدينه، سيرتو تعرفوا مباراه بين شباب قسنطينة ومدير الجزائر، تجي مباراة صعبة بزاف، شي هذا ينقص شوية لا بريسيون كيما يقولوا. الحمد لله شغل المهم فزنا المقابلة، هذاك هو الشيء الأهم. عجبين المدرب وطاقم فني كامل راه يخدم في خدمة كبيرة، سيرتو وين جا شغل جا شاف الفريق، عرف باللي كاين لاعبين اللي عندهم إمكانيات، وخدمنا معاه بزاف هذو الأيام اللي الفرطة اللي فاتوا. وعرفنا كيفاش نفهموا طريقة اللعب تاعو من في التدريبات في كل شيء، ومازال إن شاء الله نزيدوا نخدموا معاهم ونزيدوا نستفادوا منهم إن شاء الله باش نكونوا إن شاء الله في كل يوم كل مقابلة في القمة. الأنصار تاعنا نشكرهم بزاف لأنهم دائما يقدمونا الدعم، يقدموا الدعم للفريق، وكل يوم كل مقابلة تلقاهم في أرضية الميدان ولا خارج أرضية الميدان، نطلب منهم باش يزيدوا يشجعونا أكثر وأكثر إن شاء الله باش احنا نزيدوا نفرحوا.